قصة العصر الجليدي الصغير الذي أثر على الكوكب قبل أكثر من 300 عام. ما الذي تتخيله عندما تسمع بالعصور الوسطى؟ الفرسان والقلاع، السلطة الدينية التعسفية، أو ربما فن الرسم والعمارة الذي ازدهر في تلك العصور. لكن لا أتوقع أنك سمعت بالعصر الجليدي الصغير، وهنا لا أعني العصور الجليدية قبل آلاف أو حتى ملايين السنين. قبل أن ندخل بالتفاصيل لنفهم معنى العصر الجليدي، إن العصر الجليدي هو فترة طويلة من انخفاض درجة حرارة سطح الأرض، مما يؤدي إلى توسع الصفائح الجليدية في القطبين وتمددها على مساحات واسعة من الأرض لتغطي أجزاء كبيرة من اليابسة. بداية العصر الجليدي الصغير عام 1300 ميلادية. في بادئ الأمر حدثت اضطرابات بيئية وتغيرات مناخية حادة بين 1300 إلى 1400 ميلادية. تم اكتشاف ذلك خلال دراسة حلقات الأشجار، حيث إن جميع الأشجار في شمال أوروبا كانت قد أظهرت سلسلة حلقات في جذعها تشير إلى تناقص معدل النمو، مما يشير إلى التحول إلى العصر الجليدي الصغير. وقد تناقصت درجات الحرارة بمعدل 1.5 درجة سيليسيوسية خلال تلك الفترة. انتقل هذا الجو البارد تدريجيا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، حيث كانت قبائل الفايكينغ هم أول من اختبر الجو البارد. الطاعون، الموت الأسود، 1346 ميلادية. إن الجراثيم والميكروبات هي جزء لا يتجزأ من بيئتنا، وبعدة طرق شكلت الجراثيم أحداثا مهمة ومحورية في تاريخ عالمنا، ولا دليل على ذلك أكبر من حالة الطاعون التي أصابت قارتي آسيا وأوروبا في القرن السابع عشر. بدأ انتشار الموت الأسود من أواسط آسيا عبر طرق التجارة إلى جنوب أوروبا في سنة 1347، ثم انتشر الطاعون كالنار في الهشيم في أواخر سنة 1350 ميلادية. كان حوالي 30-40% من سكان أوروبا كانوا قد قضوا نحبهم نتيجة الطاعون. هذا النقص الحاد في سكان أوروبا سبب انخفاض حرارة المناخ، الذي كان بالفعل يتجه إلى أن يكون أكثر برودة، بسبب أن نصف الكرة الأرضية الشمالي كان يتوجه باتجاه عصر جليدي صغير. وبالطبع فإن قلة السكان تؤدي إلى القلة في الإنتاج الزراعي وفي حراثة الأرض، فيتسبب هذا كله في انخفاض نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون من الجو. استمر انخفاض معدل غاز ثنائي أكسيد الكربون حتى بعد عودة الزراعة بعد عام 1440 ميلادية. تمدد مساحات واسعة من الغابات بعد الموت الأسود وانخفاض غاز ثنائي أكسيد الكربون مهد الطريق للعصر الجليدي الصغير. التبادل الكولومبي عام 1492 ميلادية. عبر التاريخ الطويل للأرض حدثت غزوات بيولوجية كثيرة، ونعني بذلك هجرة الكائنات الحية من مناطق إلى مناطق أخرى عبر مسافات شاسعة. هذه الهجرات تحدث ببطء، والأنواع الأكثر قابلية على الحركة هي الوحيدة القادرة على إتمامها. الحواجز الجغرافية كالمحيطات والسلاسل الجبلية منعت الكثير من الأنواع من الهجر، وقسمت الأرض إلى مناطق بيوجيوغرافية منفصلة. لكن مع تطور الملاحة لمسافات بعيدة في القرن الخامس عشر، بدأ البشر بنقل الأنواع النباتية والحيوانية معهم. هذه العملية يسميها الكثير من المؤرخين
بالتبادل الكولومبي. وعلى الرغم من فوائد هذا التبادل، حيث أن أوروبا وآسيا وإفريقيا اكتسبوا بعض المحاصيل المفيدة من أمريكا، ومن أهمها البطاطس والذرة التي أنعشت النمو السكاني في تلك المناطق، إلا أن أحد أهم عواقب هذا التبادل هو انتقال الميكروبات والجراثيم إلى أمريكا، والتسبب بأوبئة بين السكان المحليين كالجدر والحصمة. وكنتيجة لذلك، فإن حوالي 75-90% من السكان الأصليين كانوا قد ماتوا. العصر الجليدي الصغير. امتد العصر الجليدي الصغير بين عام 1300 وعام 1870 ميلادية. تعرضت خلاله كل من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى شتاءات أبرد بكثير من شتاءات القرن العشرين. ويمكن تقسيم العصر الجليدي هذا إلى فترتين. الفترة الأولى تبدأ منذ العام حوالي 1300 وتستمر حتى العام 1400 ميلادية. هنالك فترة أدفى، وهي القرن السادس عشر. أما الفترة الثانية فامتدت بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، فتشكل ذروة العصر الجليدي الصغير. خلال تلك الفترة كانت هنالك إشارات إلى أن درجات الحرارة في الشتاء أقل بدرجتين مئويتين من الوقت الحاضر. تجمد بحر البلطيق والكثير من أنهار أوروبا، وانخفاض درجات الحرارة الشديد في الشتاء وطوله أثر بشكل مأساوي على المحاصيل الزراعية، وأدى إلى مجاعات واسعة، وحتى إلى انخفاض أعداد السكان في بعض المناطق. يعود السبب الرئيسي للعصر الجليدي الصغير غير معروف، لكن الكثير من العلماء اقترحوا أن سببه يرجع إلى قلة عدد البقع الشمسية، والذي تزامن مع العصر الجليدي الصغير تحديدا منذ العام 1645 إلى العام 1715، حينما كانت البقع الشمسية تظهر بشكل نادر، كما تم ملاحظته من قبل كازيني وفلامستيد.